السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. معاكم وائل عباس وقناة عبقري علم. طبعا على السريع كده، أنا ليه اتجهت للموضوع ده، وبرضو أنا معاكم الحلقات الزراعية مستمر فيها، الحلقات التانية مستمر فيها، ولكن إحنا كلنا بنتعلم، وانا بحب اتعلم واعلم الموضوع ببساطة. فانا حبيت هاخد حاجة عشان احسن نفسي واطور نفسي، حبيت انتوا كمان تشاركوني فيها، والموضوع مختلف تماما عن اي حد. انا عايز اعرفكم الحكاية دي ببساطة. طبعا عايزين ندرس اول حلقات التعليمية الحقيقية. اول حاجة السي يو. ايه هو السي يو؟ اليوتيوب، الاس اي او، ده اختصار لكلمه سيرش انجين اوبتمايزيشن. يعني ايه سيرش انجين اوبتمايزيشن؟ يعني تحسين محركات البحث. يعني انا لاحظت ان ناس، قنوات صغيره وغير صغيره، قنوات بتعمل محتوى فيديو، محتوى محترم جدا، احسن من اي محتوى، ولكن المحتوى تيجي تدور عليه ما تلاقيش، تدور عليه في جوجل ما فيش، تدور عليه في اليوتيوب ما يظهرش في محركات البحث. هو ده بقى اللي يعرف يدرس الاس اي او، هتتحسن عنده محركات البحث ويظهر للقنوات الصغيره او الغير صغيره، يظهر في الاول الظهور. يعني بتخلي البحث في المقدمه بيبان للناس اللي ما بيظهرش، لان في مش دي حقيقه، ناس كتيره تدور على فيديوهاتها ما تلاقيهاش، يا في اخر قايمه يا في ال20 في ال30 في ال50. هو ده دور السين. طبعا في الـ في الـ في الـ في الفتره الاولى او في خلال الاربع شهور من بدايه القناه، زي حالاتي او خير والقناه الصغيره، ما حدش فينا بيتفرج، بتلاقي اللي بيتفرج هم اصحابك، عدد المشتركين القليل اللي بيتفرج، لكن ده وعد من الناس اللي بتقول لنا الكلام ده، واحنا بنتعلم كلنا من بعض، ان اما تتعلم الاس اي او هتفرق معاك كتير، وتلاقي مشاهداتك زادت بطريقه بالالاف. فمثلا احنا مثلا بتلاقي من الامثله الناجحه للناس اللي اتعلمت يعني ايه الاس اي او، اللي هو تحسين محركات البحث، ان في قنوات صغيره جدا، خشوا على اي حد على جوجل مثلا، او على قصدي على اليوتيوب، واكتبوا مثلا تنظيف الويندوز او نقص المشاهدات على اليوتيوب، هتلاقوا في قنوات صغيره جدا، وقنوات تانية كبيره جدا. القنوات الكبيره التانية ديت عدد مشاهداتها بالملايين، لكن تلاقي المشاهدات الصغيره دي هي في الاول، في اول القايمه، او الثاني او الثالث. ايه اللي حصل؟ هو ده السي يو، تحسين محركات البحث اللي احنا عايزين نتعلمه. مع ان القنوات الثانيه اللي بقالها سنه واللي بقالها سنتين واللي كاتبه في الموضوع ده من سنه او سنتين، وانت لسه كاتب الموضوع بقالك شهر او شهرين او دلوقتي، وتلاقي انت نفسك في الاول فوق، ده بسبب ايه؟ بسبب السي يو. اذا مش طبعا في نفس الوقت مش لازم الفيديو بتاعك يبقى في الاول رقم واحد او الثاني او الثالث، ممكن يبقى رقم الرابع، ممكن يبقى الخامس، ممكن يبقى السادس. مجرد ان هو وجود في اوائل البحث ده نجاح كبير، ونجاح عظيم في محركات البحث الموجود في الاول. وايضا وكمان مش لازم الفيديو بتاعك، انا نزلته النهارده، مين قال لك ان هو لازم ينجح النهارده؟ ما يمكن بعد شهر يحصل فرقعة كبيرة لو احنا اتعلمنا السي يو اليوتيوب صح. ممكن بعد شهر، بعد شهرين، بعد 15 يوم. اذا نجاح الفيديو بتاعك لو انا متعلم السي يو صح، هو اللي هيخلي الفيديو بتاعي في وقت معين هيفرقع الفرقعة كبيرة، وتلاقي فيه نسبة مشاهدات كبيرة جدا، ويتصدر نتائج البحث. طيب
ده اول دور للظهور للسي يو، ان هو بيخليك اللي يعرف الكورس اللي احنا بدأناه ده هيخليك تتصدر نتائج البحث. يبقى انا مش عايز اعرف تعرف مني اي حاجه في الجزء اللي فات ده، ببساطه هو انك انت سي يو ده، لو اتعرفته لو عرفته هتخلي الموبايل الفيديو اللي انت هتحطه يتصدر نتائج البحث اللي يدور عليه. يعني انت مثلا عامل كيفيه صناعه مكرونه بالبشاميل مثلا، يعني هيلاقيه بند الاولاني او الثاني او الثالث، مش في اخر دايره او مش موجود. طيب برضو السي يو اليوتيوب ليه دور ثاني غير ظهورك في محركات البحث. الدور الثاني هو ده اساس الحلقه، ده اساس الحلقه. الدور الثاني ده اللي هو الاستهداف. يعني ايه استهداف؟ يعني انا لما اجي اكتب، انا مثلا عايز اكتب عن حاجه معينه، عايز استهدف فيها الامارات او السعوديه او امريكا، لها لهجه معينه غير اللهجه اللي هستهدف بيها مصر، صح ولا لا؟ اذا السي يو مهمته الثانيه والعظيمه لي اللي هو الاستهداف. طب اذا انا بستهدف بلد معينه باللهجه اللي انا هقولها لكم ديت، او بستهدف بشر معين، او بستهدف فئه معينه، انت فاهمني؟ طب هنعمله ازاي؟ يعني مثلا في عشان اوصل للاستهداف ده قبل ما الكلمه ديت اللي انا هقولها، يعني مثلا كلمه في العنوان بتاعي كلمه جوجل، طيب استهدف بيها ازاي؟ هل اكتبها جوجل ولا كوكل بالقاف ولا كوكل بالكاف؟ في ناس ما بتكتبش. شفت بقى هو ده السي يو، شفت ازاي؟ طيب بستخدم عشان اعرف الحكايه دي، وانا بكتب باخد الكلمه ديت وبعرف بيها انا هستهدف المنطقه الفلانيه صح ازاي. السي يو ده زي ايه؟ زي اللي بيخليك تنشن تنشين صح في المكان الصح. طيب بستخدم اللي انا عايزك تعرفه في السي يو، انك انت بتستخدم منصه تانية خالص بسيطه جدا، بتكتب على جوجل جوجل ترند ترندس جوجل ترندس جوجل ترندس تي ار اي ان دي اس جوجل ترندس، بدخل عليها جوجل ترندس. اما بدخل عليها في ثلاث شرط على اليمين او الشمال حسب ما يظهر لك، عربي او انجليزي. ثلاث هنقوله مثلا على اليمين، بخش على اكسبلور الاستكشاف اللي هي بتاعت البحث، الاستكشاف بتاعت البحث هتك عليها، طلع لي كما زي ما هو موضح كده في الفيديو اللي موجود قدامكم، مش عارف على اليمين او الشمال، قال لي اضف العباره. انا عايز اكتب جوجل مثلا، عايز استهدف مثلا عايز استهدف مثلا ليبيا او السودان او عايز استهدف مصر، اكتب كلمه جوجل بالعربي زي ما واضح كده الفيديو بيشرح لكم، بكتب جوجل وبعمل انتر. انا عملت انتر، طلع لي رسم بياني خط كده، وطلع لي تحت خريطه قال لي مصر 100% بتستخدم كلمه جوجل 100%، فلسطين 67%، عمان 61%، الاردن. طيب ابص كده، ممكن طبعا ايه دي المنطقه، ايه ده جوجل في المنطقه العربيه، انا عايز مثلا اشوفها في امريكا، اقدر اجيبها في امريكا، عايز اشوفها في امريكا الجنوبيه، في استراليا اقدر، بس انا عايز اوضح لكم. طب انا عايز اقارن، هل اكتب جوجل في العنوان بتاع الفيديو بتاعي هو مثلا عن تاثير جوجل على الانسان مثلا، عنوان الفيديو بتاعي، هل اكتب جوجل بالجيم ولا اكتب اشوف مقارنه ثانيه؟ قالوا لا ده في ناس بتكتبها بقوقل. قوقل كتبت في المقارنه اهو قوقل. قال لا، اعمل لي خط ثاني تحت منه احمر، مش خط ثاني تحت منه احمر معناها ان الاولاني هو الاحسن منه، لا ده الخط الاحمر بيقول لي ان اسرائيل بتستخدم قوقل، قصدي للاسف يعني المغرب بيستخدم كوكل بنسبه معينه، مصر ما بتستخدمش كلمه. اذا انا ما اقدرش اكتب في العنوان مثلا
ان في مصر في العنوان اكتب قوقل بالقاف. محدش كل الناس اللي هتبحث عن فوائد جوجل مثلا مش هتلاقي، هتكتبها فوائد قوقل، ما فيش مش هتلاقي ولا واحد مصري شاف الفيديو بتاعك. اذا لازم اكتب فوائد جوجل بالجي، فهمتوا؟ دي المنصه اللي انا عايزك من الفيديو بتاعي دهوت فقط تعرفها، دي المنصه اللي عايزك تعرفها. طيب اذا انا عملت مقارنه اهوت، ازاي استخدم الكلمه؟ طيب افرض انا احط المقارنه الناحيه الثانيه كمان، في ناس بتقول كوكل بالكاف، كوكل بالكاف، لان كوكا عامل لي خط ثالث ضعيف جدا، الخط ده ممكن استبعاده، ما فيش غير المغرب، المغرب اللي فيها ممكن 75% جوجل، كوكل 12%، كوكل بالكاف 13%. إذا أما عاوز أستهدف منطقة معينة أحط الكلمة الصالحة للمنطقة المعينة، يعني عايز الكلام ده يوصل لمصر ومصر وفلسطين ولبنان ومش عارف إيه، أستخدم كلمة جوجل، فاهمني؟ طيب إذا عملنا مقارنة بين الجيم والقاف والكاف، طب افرض أنا مثلا عايز الكلام الموضوع اللي أنا هكتب فيه عايز أستهدف بيه السودان أو ليبيا، ما ينفعش كلمة جوجل، لازم أكتبها، لو شفته في البحث هتلاقيها قوقل، هتلاقيها إيه؟ قوقل بالقاف. إذا أنا لو كتبت بالقاف هلاقي كل الناس اللي هتخش عندي وتبحث عن الفيديو بتاعي هو السودان وليبيا وهكذا. برضه في نفس أي كلمة بنكتبها، عايز استهدف امريكا لها لهجه معينه، عايز استهدف الدول العربيه لها لهجه معينه، عايز انت فاهمني؟ اذا انا مش عايزك تعرف في الحلقه دي خالص ببساطه شديده الا حاجتين بصوت باختصار، السي يو سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني تحسين محركات البحث، بخلي الفيديو بتاعك يظهر للناس، مش تعمل فيديو وترميه ومحدش شايفه اصلا ولا انت فين اصلا، على الله حكايتك زي ما بيقول. لا، الحاجة التانية عايزك انت تتعلم وتخلي عندك كلمة جوجل ترندز، تخش تقارن بيها الكلمات المفتاحية اللي هتحطها فين؟ في عنوان الفيديو بتاعك، زي ما وريت لكم في الفيديو اللي فوق اللي مشروح بيشرح لكم ازاي تستخدم جوجل ترندز. انا مش عايزك تعرف في الحلقة دي غير اللي انا قلته لك ده ببساطة شديدة، ببساطة هو ده السيو. مع حلقات قادمة إن شاء الله هنوضح لكم أحسن وأحسن وأحسن، نتعلم إزاي ننزل ونكبر وتكبر قنواتنا، قناتي وقناتكم بإذن الله، نتعلم من غيرنا وغيرنا يعلم من غيرنا وهكذا. فأنا مش عايزك غير إنك أنت تعرف إن السيو ليه استهداف وهو اللي بيحسن لك محركات البحث في الحلقة دي. كونوا سوا طيبين، ومع الحلقة التكملة تاني اللي جاية السي يو هياخد مننا 3-4 حلقات فقط، وبعد كده هتبقى انت ترند في الاول خالص في المحرك.